سيداتي ونسي وسادتي، مساء الخير عليكم، مع سلامتكم معنا ومرحبا بكم. صح فطوركم، صح شربتكم. الدخلة دائما التاريخية كما يقول واحد صديقنا من خارج الحدود تاع الجزائر. على سلامتكم، صح شربتكم. راك رانا في القهوة دوكا مباشرة بعد ما التدخل هذا. نرحبوا بكم وأسبح حضراتكم أينما كنتم وحيتم ووجدتم في عدد الأول تاع رمضاننا، مش عادي تماما بالنسبة للحصة تاعنا اللي راح تدور حول كل ما يدور حول السمع البصري، حول أيضا الإنتاجات الجزائرية في مختلف أنواعها. نحب يقول الكاميرا كاشي، مسلسلات، لي فيطان، دراما، أكشن، تاعنا وتاع التوانسة، تاع مصر وتاع المشرق وغيرها وغيرها. نديروا فيها الدورة في طوال 60 دقيقة اللي حجمعنا كيف كيف، أونتو لو كوبي أكين ببعض الاستراحات الإشهارية الصغيرة، يعني إن صح التعبير. راح نخلوكم دائما تتابعونا وتواصلوا معنا منا إلى غاية نهاية شهر رمضان إن شاء الله، يعطينا طولة العمر. من أجل باش نديروا لي ميسيون هذه دائما وأبدا ما نساوش نحيوا لا كروند إيكيب تكنيك تاع كامل قناة الحياة لمدة 48 ساعة الأخيرة. عاشت يعني نقدر نقولوا ريتم كبير وضغط رهيب من اجل انه يصنعوا لنا هذا المانيفيك ديكور اللي راح نقدموا لكم يدخلوا ليميسيون تاعنا. ولازمنا بيان سور ليكيب تكنيك نحيوها، ليكيب تاع لاريا، ليكيب تاع لابرود، ليكيب كامل. مي بيان سور ما تقدرش دير ليميسيون تاعك بلا ما يكونوا ما عندك المرافقين، المرافقين تاع نهار عدل الموسم بالنسبه لرمضان مش عادي. ما حبينا مش ما يكونوش 10، ما حبيناش باش يكونوا 8، مش باش يكونوا 6، وانما اخترنا رقم ممتاز لاباس تري اكسبتابل باش يكونوا في اطار 60 دقيقة اللي حجمعنا كيف كيف. يحب يقول اخترنا ثلاث عناصر، ثلاث دكاترة إن صح التعبير، ثلاث دكاترة كل واحد فيهم عنده اختصاص. خلونا نقدموها لكم بالواحد يعني بالدالة. اونور او دام سي تو في نورمال، المخرج تاعي راح يزعف، بصح هي جوستومون مش عادية، نحكموها بلاك سوندرال. دونك تحية للأخت والصديقة والممثلة المحترمة السيدة فاطمة. مساء الخير، صح رمضانك. مساء الخير عليكم، مساء الخير كامله ومعنا، ومساء الخير على المشاهدين تاعنا اللي راهم يشوفوا فينا. قال لكم سفيان اليوم نجبدوا التوانسه كلش، اليوم صار كان نجبدوهم هنايا ان شاء الله يعجبهم العدد الاول، ان شاء الله ما نكونوش ثقال عليهم. يفو دير اوسي كو فاطمه دارت ثاني فور باسكو دارت لنا اللبسه اسورتي مع الكراسه تاعنا. فو سافوار بلي يعني كومام دارت ثاني فور، نحيوها من اجل ذلك. نروحوا دوكا نروحوا للتقدير والقدر. عندنا واحد شاب معنا بصح لازم نروحوا دوك باللاج. دونك نروحوا نحيوا ثاني ممثل محترم جدا لنهار اليوم، ولا بالاحرى هذا الموسم راح تكتشفوه ولا في وجه اخر تماما. استاذ فؤاد زايد، مساء الخير وصحة رمضان. مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم، مساء الخير للجمهور الكريم، صحة رمضانك وصحة فطورك، وان شاء الله نكونوا خفاف ان شاء الله. ولا فوا سمعتوا الكرزي لا فوا يا الشيخ كان خدام ان شاء الله. نروحوا دوك للشبيبه، شكون زعما احنا كلي احنا لي فيو فؤاد شبيبه زعما الشبيبه. مي هو الاخر خريج معهد تاع العلوم الاتصال، راه معنا نهار اليوم، عنده عده انتاجات كان دارهم من سبق، شارك في واحد عده انتاجات، قدم برامج، وحنا حبينا داني باش يكون هذا المزيج تاع شويه هذوك لي بتيت برودكسيون لي كروند برودكسيون لي زيميسيون، باش هو تانيك نسمعوا الوجهة النظر تاعو فيما يخص كامل الضيوف اللي حيكونوا معنا. دونك صديقي صفوان مساء الخير، صح رمضانك. السلام عليكم سفيان، صح فطورك، على سلامتك. دونك سي ان بليزير داتخ افيك هذا اللي تاع اليوم خصيصا مع سفيان داني بيان سور. دونك ان شاء الله حنكونوا خفاف على المشاهدين الكرام، وراح يكون رمضان ماشي عادي بيان سور في هذا البلاطو ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. الاختيار تاع لي كرونيكور في بعض الاحيان ممكن تحط اسماء ربما، وبصح الاسماء هذوما ما يقدرش يكون ربما يعني علاقه بين الاسماء هذوما، بصح كيفيه الاستغلال وكيفيه استعمال الاشخاص هذوما في حيث يتناسبوا مع الكونسيبت راح تكتشفوه طوال الايام القادمه ان شاء الله. اوني بيان داكور. مشات قلنا لكم ليميسيون سي تروا كرونيكور، ان انيماتور سي نورمال ما يقدرش يكونوا ثلاثه، ولكن لازم يكون ثانيك ضيف اللي هو الاخر راح يشاركنا طوال هذا الموسم الاول تاع رمضان مش عادي. الضيف تاع العدد الاول تاع رمضان مش عادي راهو هكذا ابعد. ضيفنا في العدد الأول من رمضان ديالنا ماشي عادي هو عمار سنيكري، ممثل جزائري شاب من ولاية الوادي اللي عرفناه بدور عبده في مسلسل الخاوة. هذا العمل لقى نجاح كبير. من بين الأعمال اللي خدم فيها عمار سنيكري مسلسل الرئيس قورسو، هذا العمل اللي تلقى انتقادات ياسر وأثار جدل قبل وأثناء عرضه. شفناه سي في مسلسل الضامة العام اللي فات في دور رجل المافيا. من تصريحاته الجريئة أنه أفضل مخرج بالنسبة له هو التونسي مديح بالعيد. مؤخرا رد وبرر سبب غيابه هذا العام لأنه ما عندوش مليون مراهق يتابع فيها بالمنصات التواصل، وما عندوش سبونسور يفرض اسمه في الأعمال الدرامية، وزيد أنه عنده مبادئ ما تخليهش يخدم في الظروف هذه.
الاستاذ عمار سنيقري، مساء الخير، صح رمضانك، صح شريبتك، عسلامتك معنا. الله يسلمك، صح رمضانك، صح طول. مرحبا بك في البلاطو تاع رمضان مشي عادي اول مره. شكرا. ان شاء الله ما تكونش تاليه ان شاء الله. استاذ عمار، احنا ما نطولوش عليك، ليميسيون تاعنا الله يتي الفايت ديريكت، يعني طيوالك هذا الموسم، وراح نطرح عليك دوكا السؤال المباشر. واش خلاك، واش هي الامر اللي خلاك انه ربما نعرف بلي انت مش متعود دير دي فيديو كيما هذوما؟ درت فيديو هكذا فاطمه شفناها، وين يقول بلي يا جماعه انا مانيش راني غايب، ربما راني غايب رمضان بصح الاسباب، وحسيناك تريزون كولير تحكي بلي الاسباب راجعه ربما انه فيه تكتلات، فيه ايضا ربما لازم يكون عندك دي بارامتر اللي انت ما عندكش ولا ما عندش عند الناس بواحد اخرين بزاف، اللي هما لازم تكونوا تخي بريزون في لي ريزو وغيره وغيره. واش خلاك لحقك باش هضرت هذه الهضره هذه؟ دونك سفيان، صح رمضانكم وصح فطوركم كاع المشاهدين، مع الوجوه الطيبه اللي راهم قابليني الله يباركهم عليهم. دونك في 2017 لعبت الخوا، دونك من 2017 حتى 2023 باش لعبت، قعدت هذوك السنين كاع ساكت ما هضرتش، ونشوف المنكر ونشوف امور بزاف راهي تصير، ساكت قلت هيا هذه الخطره ندير ان فيديو ونهضر واش كاين، واش راه يجوز. دونك هضرت على السبونسور، هضرت على لي ريزو سوسيو، وهضرت على المعارف تاع لي بروديكتور، لازم يكونوا معرفه لان الممثل راهو في المرتبه الرابعه. داك الوقت هذا اللي رانا فيه راه نزل وهبط المرتبة الرابعه. سمح بي، يعني كاين المرتبه الاولى الثانيه الثالثه قبل باش يجي الممثل، باش يجي الممثل ويلقى بلاصته. معليش تعطينا الاسم هذا، نعطيك معليش الكالتشيو هذا. دونك بريمير، المرتبه الاولى لازم يكون عندك لي زابوني في لي ريزو سوسيو، سواء لي بلاتفورم تاع تيك توك ولا انستغرام، يكون داكور. عندك لي زابوني فايتين 1 مليون ويتبعوك الناس، وهما ما على بالهمش باللي اصلا هذوك المتتبعين سي مراهقين دراري صغار. دونك في لي زابوني هما يجيبوهم زعما باش يروجوا على الافلام تاعهم والمسلسلات تاعهم. في المرتبه الثانيه لازم يكون عندك ان سبونسور، تسمى تقدر عندك صبري، ما كانش هادي تقدر تكون عندك لا دوزيام اوبسيون، عندك لا دوزيام اوبسيون تسمى هي لي سبونسور، تجيب له سبونسور يا خويا يعطيك ان بوست ولا يعطيك رول شباب باش تشارك في البرودكسيون، تمثل تجيب له انت سبونسور. دونك صرات مع ممثلين بلا ما شغلك شريك، شغلك شريك بصح وشنو تدي له الكاشي تاعك هذاك اللي خفيف ظريف عادي، هو راه مستفيد منك. تسمى علاش يجيب ممثل اللي ما عندوش روتور معاه، سما ماشي غير سبونسور، هي سبونسور سي المرتبه الاولى، ولا عنده لي كونتاكت مع المينيستر، عنده لي كونتاكت مع بزاف امور، عنده لي بوفوار. بعيد انا دوك نزيد لك واحد اخرى، لي تروازيام لازم تكون شوشو تاع ان بروديكتور ولا رياليزاتور ولا اسيستون ريال. فيها شوشو او فيها شوشو ثاني، لازم تكون معرفه كبيره بيناتكم، لازم تكونوا شغل ديزامي انتيم، و باش هو اللي يقدر كما يقولوا هما انا ريسكي بهذا الكوميديان ولا ريسكي بهذا البروفيل باش نرجعوا مشهور، ولا لازم تكون فيري بروش ليه باش يعطيك لا شونس، ومن بعد باش يجي الكوميديان لاكتور هو اللي يجي في المرتبه الاخيره. ديجا رانا شفنا سمح بيقول القدرات الفنيه تاعو باش تاع لاكتور باش يجي لاكتور. عمار، اسكو خممت انه كاين ناس ربما راهم يسمعوا هذه الهضره يقول لك راهو يهضر هكذا خاطش هو بالك ما صحلوش رول؟ نو ماشي خممت على لوبسيون هذه. لا ماشي كاسيون، على بالي باللي يهضروا على دي جون ويقولوها، يقول لك ما لقاش رول، كيما ما لقيتش ديجا من 2017 2023 ما هضرتش كاع، هذه الخطره هضرت بيسك خلاص كيما نقولوا بزاف ولات شغل، ولات ما كاش اللي يحبسهم ويوقفهم بيسك. علاش دو ان سبونسور عنده البروديكتور ولا رياليزاتور بور فار لو فيلم ولا لا سيري هذه بور رمضان، ما يحوسش يفهم هو واش يجيب واش ما يجيبش، بوفوار عنده في يده هو اللي سيني سوا مليح ولا سوا ماشي مليح. كاين واحد العام لو العام اللي فات جازوا في لا تيليفزيون تاعنا والتلفزه العموميه ثاني دي شونتور تاع راب. لو كان انا زعما عندي وليدي ولا يما دير ريشيرش على الممثل هذا اللي تورنا في رمضان، تشوف ليستوريك تاعو شويه كحله، شوف شغل كاين دي شونسون ماشي بيان، كاين بصح بالك مش ممنوع، سي با انتردي. لا سي انتردي داكور، سي انتردي بيسك انا بور موا زعما عندي وليدي تبع هذا الممثل لازم يكون عنده السيره الذاتيه تاعو مليحه، يعني اون موا كلين زعما ماشي نظيف. على حسب حاجه برك، معليش اسمح لي، مادام راك تقول باللي الممثله في المرحله الرابعه، تسمى راك تشوف القدرات يعني والامكانيات تاع الفنان المرحله الرابعه، رغم انه رانا نشوفوا فنانين ما شاء الله ما يجيبوا سبونسور ما نعموش، هي راهي صح كيما راك تقول الاغلبيه عندهم كليكه يخدموهم، لكن انا بغيت نسقسيك سؤال، الخدمه اللي خدمتها قبل اسكو كانت عندك كليكه بكل صراحه؟ الخدمه اللي خدمتها قبل جيت للدقيقه الاخرى، والكونتراي عندي 24 جور دو تورناج، خدمت 7 ايام. راك تحكي على نحكي على الضامه تاع العام اللي فات. الضامه بورتون سي السلسله اللي دارت ان سوكسي بيان سور، ماركيت في لي 7 جور هذه صفوان، في لي 7 جور عمار سامحني، عمار سامحني، عمار انا نعرفك مليح،
نعرف كممثل، والمسلسلات اللي رانا نشوفوا فيهم درك عندك بلاستيك عمار نورمال، ماشي هذه مجامله ولا بس كنا نعرفك، تعاملنا في الخاوة مع بعض في الضامة تعاملنا مع بعض، انا نشوف بعض المسلسلات الراديو عندك بلاستيك 300,000%. المشكل المطروح الان واش كنت تهضر تاع سبونسور وكذا، سي فري انا هضرت مع منتجه قلت لها حبيت نسقسيك احنا لي كوميديان بروفيسيونيل علاش ما راكيش تعيطي لنا، اقسم بالله غير جاوبتني بهذ الكلمه قالت لي لي سبونسور هما اللي راهم يكزيجيو علينا اللي نلعبوا ماشي كامل، بصح كاينه حاجه ماشي كامل لا ماجوريتي لا ماجوريتي، بصح كاينه حاجه سفيان اوني با كونتر هادو لي جون اللي يجيبوهم من التيك توك بدا باسكو كاين اللي فيهم لاباط تقدر داكور، بصح الشيء اللي نمدو انا ككوميديان بروفيسيونيل ولا كعمار كوميديان بروفيسيونيل واش عنده موراه الجون هذاك ولا اللي جا من التيك توك باسكو كاين الكبار جاو من التيك توك ما يقدرش يعطي له اكزاكتومون. مثلا انا كي نكون تورني بريمير بريز دوزيام بريز بونكو خلاص هادو اللي جابوهم كاين اللي لحقوا حتى ال 15 بريز 25 بريز يعني الوقت راهو يربح دراهم مثلا قولوا مثلا يربح دراهم بصح هو يخسر في الوقت. معليش انا دوك نزيد نسمع نسمعهم الزوج ودوك نسمعوا تانيك راي تاع لي لازم نحطوه مثلا انت كمنتج اكيد انا وتحتاج انا وترويج للمنتوج تاعك وتحط بعض العوامل من بيناتهم ربما الناس اللي عندهم تانيك نفوذ في لي ريزو سوسيو اوني بيان داكور، وربما الخطا يكون انه تعطيهم بالك ادوار فوق طاقتهم ان كان صحيح ربما، بصح كمنتج ممكن استعمالهم واحد الزاويه صح. الكلام لو يقولوا عمار هو مش يتكلم على برك دوك تان باساج ولا كالكو سيكونس وراه يروح بعيد او يقول لك بلي اصبح معيار هنا سي بلو غراب. نسمعوا صفوان يعني ممكن نتدخل انا الفيديو اللي لخصها هو في دقيقه سي سي مون لخص كل شيء سي تريست فيريتي راني نشوف بلي صح واش راه يقول لو كوميديان دوك هو عنده ان بوتونسيال سي ان جون عنده اللي اوبتيميست يحب يخدم ومد يعني كيما سورتو العام اللي فات الى ماركي سا بريزونس لعب ان طري بون رول كان عنده ان بروفيل اللي مام هو خدم عليه باش ما يخفلش انه عمال العام اللي فات سي اونطريني رفد فولي رفد بريز ميسكولار بدل كامل البروفيل تاعو بدل كامل الكاريزما تاعو باش علاش باش ينطبق على هذاك البروفيل اللي لعبو. مي راني نشوف ماكري كو يعني توفق وتفوق على هذا البروفيل تاعهم ما يعيطولوش. مي سمح لي مي لا نو نو سمح لي سمح لي لا لا دقيقه واش راهو يقول هو كان لي كلون انا شوي انا راني نهضر ولا بالي واش راني نقول يا دي كلون وتاع لو شوشو صح كاين صح راني يعني شوف مخرج مع ممثل كل يوم كيف كيف يسقاو معاه يتعشى مع بيان سور يعيط له اوتوماتيكمون ما ولاوش ناس يعني ما ولاتش هذه معيار لي كريتير ولا البروفيل. دخلنا معيار واحد اخر دوك القهوه حليب دخلتنا القهوه حليب دوك كان معيار نو 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 يعني الحق خو هي راهي هكذا نورمالمون نورمالمون قال انا معليش انا صاحب سفيان مي هذا خير مني مي هذا عنده لي كريتير خير مني ماشي معناتها انا باسكو صاحبو باسكو انا تورني نورمالمون دو تي بروفيسيونيل لا لا احنا هذه راهي هكذا. انا نولي لسفيان شوي داكور معاك واش قلت ان بروديكتور يميزي شويه على صاحب التيك توك يا با بروبليم بصح لازم الممثل المحترف يكون مثلا 80% ودير 20% سي ديجا لازمين اخي دوك لا لا تخلبت الايه اسو بوا وي صح معليش هذا الموسم نهضروا لي هذا الموسم هذا الموسم الرمضان النسبة تاع المشاركة تاع هاد الناس اللي هم جايين بالديجيتال شحال راكم تحسبوا فيها؟ انا نحسبهم 70% هاد العام؟ هاد العام 70% 70% لا تكزوجي يا عمار وي 70% كاين دي كوميديا بروفيسيونال عندهم 20 سنة في الـ في الـ في الـ في الدومين 70 بزاف لعبوا تحت هادوك لي تيك توكر بون انا ما شوي با كونتخ هادوك لي تيك توكر بصح ماشي اللي حياته كاع هو في الدومين ارتستيك قرا كونسرفاتوار دار تياتر اكيد جبد هو في وبالك هو تانيك بالك هو تانيك اجتهد بالك هو تانيك اجتهد بعد هذا تاع تيك توك عام دار التليفون اون فاس ليه ويدير غير نابورت كوا ما كان حتى حاجه قال عنده كونتينيو شباب ولا كذا ومن بعد دخلوا وتتعذب معاه في التمثيل ولاكتور 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 تعطي له دي جو كاين اللي ماشي من تيك توك ويتعذبوا معاه مع كل احتراماتي ايوه شوف كاين اللي ماشي من تيك توك وكاين اللي قراوه مليحه فاطمه هذه مليحه
كاينين ماشي من التيك توك ويتعذبوا معاهم. صح رانا خدمنا بالك توافقني الراي استاذ فؤاد موهبه ورغم اني شفت زعما باغ اكزومبل شفت بالك ناس جابهم باغ اكزومبل مزاحم جابهم من مواقع التواصل انا نعتبرها ذكاء منه لانه بهم يطلع نسبه المشاهده. أيوة. هذه نحترموا هنا الراي تاعو لكن ما معك انا معك في حاجه انه كي تجيب واحد عنده فريق وسيختو يكون اكاديمي هذه قلتها العام اللي فات ونعاودها ويصرح بصريح العباره يقول لك انا نجيب اللي نحبهم ما نستعرفش بالكاستينغ هذه ديريكت نقولها باغ اكزومبل اللي مثل الفريهان هو على بالو شكون قال لك انا ما نديرش الكاستينغ هذه هنا ما عندناش اول مصداقيه للكاستينغ ما كانش تاع واحد يديبلاسي دولي يا يعيط لي واحد من مسكين من الصحراء يقول لي عيطوا لي على 12 ليره على جا الكاستينغ وراهي المصداقيه تاع الكاستينغ نجي معاك في حاجه باللي عندنا صح كليكه عندك هذوك الناس تصحبهم تدي لهم وتجيب لهم الهضره تخدم ما عندكش ما تخدمش عندنا تاع نسبه المشاهده اللي عنده يخدم لا بغا كركاسه ما عندكش او ترجعتي لي سما دوكا تجرحي وداوي فاطمه سامحيني انت راكي تهضري لهنا عمار سامحني انت راكي تهضري في حاجه بصح بغيت برك نفهمك حاجه راكي تهضري في الترويج ما عنده الحق واش كان يدير في الترويج انا نهضر كوتي انا جيت معك سامحني جيت معك في حاجه انت قلت تاع التيك توك راهم يجيبوهم ومنا ويتعبوا معاهم والله غير كاين انا شفتهم راه عندي حتى انا عندي حساب في التيك توك كاين عندهم اقسم بالله محتوى وتحس عندهم موهبه وكاين صح ما يتعبوش معاهم في طوع كاين ناس ما ننكروش لا اعمم لكن كاين ناس اكاديميين يتعبوا معاهم بالك يوافقني الاستاذ كاين الله انا نظن باللي لا باز والاساس هو كيفيه استغلال واستعمال هاد لي بروفيل حسب السيناريو حسب النص حسب كاين كيما كان انسان عنده موهبه بالك ان جور يحطوا في هذاك الجور بصح نظن ملي عمار ماهوش يتكلم على هذا الامر، عمار راه يتكلم بالعموميات، بون بالنسبه اللي قلتها تاع سبين فنيا شويه زايده شويه زايده معلي، مي نظن باللي ربما يتكلم على هذو تاع يتعبوا معاهم وغيرها، بصح هو بالعموميات الفكره اللي حاب يوصلها باش نختموا النقطه هذه انه المعايير تغيرت. المعيار تاع ديجيتال، المعيار تاع المرافق، المعيار تاع البارتنير ولا شيء مؤسف، على واش كامل هذا الشيء؟ على موسم رمضاني واحد اللي هم بعد في الجزء الثاني راح نتكلموا لكم على عدد والكم تاع الانتاجات الجزائريه مقارنه بالانتاجات ربما التونسيه او المصريه. احنا بول المصريه 100 مليون فايته 100 مليون نسمه هذه سي كومبريونسيف بصح بالنسبه للتوانسه اشقائنا واخواننا تاع تونس 7 مليون سي با نورمال دونك الكميه هذيا دونك حنا هنا تبقى هذا الصراع كما تانيك الفيديو اللي خرجت قبل رمضان وين الممثل محترم جدا ويقول بلي فوالا انا ما كنتش في 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 تمسخروا بيا وغيرها بعدها تبقى على ما تستفهم التصوير خلاص عندك تم ثلاث شهور انت يومين قبل رمضان جيت حضرتها شكون كاين تانيك دي سو دونك هذه الحرب هذه على واش هي واقعه؟ نظن بلي هي واقعه على انه كاين ضعف في انتاج تاع عامه طوال سنه سي با نورمال رانا نتكلموا على مسلسل واحد زوج ثلاثة أربعة وكان مئات الممثلين ومئات الشبان اللي مخرجين من المعاهد سنويا وحكيد ما يلقاوش ويلقاو الخصم تاعهم واحد جاي من تيك توك ولا واحد جاي من يشهر واحد جاي من وهكذا نظن بلي هذا هو الموضوع لازم نتكلموا عليه الموضوع الأصلي ديجا في المشكل هذايا لو كان جا البرودكتور المنتج يخدم بالمال تاعو والله العظيم يجيب واحد وي منه لمن وي ما يريسكيش بدرهمه دونك الى سبونسور يجي يحط له شكاره ويقول له دبر راسك ولازم يخرج لي البرودوي انا في رمضان في لاتيلي ويبان اللوغو تاعي هذيك حاجه واحده اخرى دونك هما لي سبونسور هذوما بون لي سبونسور راهم يخدموا خدمتهم وعندهم لي زامبو يتوقدا من دراهم وحيمدهم يمدهم هاك ولا هاك يا سوايا ما تنساش بلي لا تكنيك هذه عمار موجوده عالميا على بالي ماركي اكومبان لي برودكتور سي مونديال بصح المنتج كاين منتجين في مصر وكاين منتجين يخدموا بدراهمهم يوجد البرودوي تاعو اخي يبيع البرودوي بصح شنو هو يخرج ممثلين يجيب ممثلين انا نجيب ممثل في مصلحته للاداء تاعو في السيناريو مكتوب في السيناريو في مصلحته انا ما نجيبش واحد يروج لي الممثل هذايا هو اللي يبيع لي البرودوي انا هذا الممثل باغ اكزومبل انت تجيب ممثل اللي يساعدك في الترويج ماشي يروج لك
يساعدني في الترويج سي نورمال يروج 100% ما جاياش لو جو تاك دي لا لا انا دوكا عندي ان برودوي خدمته بدراهمي نيميرو زيرو نوريه لنامبورت شان تفضل شوف شوف البرودوي يعجبو يبروبوزيه لي سبونسور سي بون هذا هو المارشي ماشي نستنى انا المنتج ومن بعد يولي عندي دو ولا تروا موا تاع تاع قبل رمضان نبدا التورناج ونجيب نامبورت كوا يلعب صح ما اللي قابلني غير اللي يعيط لي نروح معك ابعد باش قبل ما نروحوا للفاصل الاشهاري انت العام اللي فات شاركت في انتاج لقى نجاح الانتاج كلام الانتاج رغم الانتقادات رغم لا تيماتيك اللي ما تغيرتش كثير هذا نعم نورمال تيماتيك انا بيان داكور لا تيماتيك تاع الضامه وهذا العام يعني رانا ندورو في لا ميم تيماتيك معليش هذا اختيار معليش راح راه بصح حنا نقولوا باللي انت شارك ونظن باللي بريسك لي ميم زاكتور ثاني شاركوا هاد العام هل ما كانش التوزيع بالنسبه للشخص تاعك ربما بالك يا في با ان بيرسوناج في السيناريو سي سي داكور سي في البراني هذا في البراني زعما في 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 السيناريو ولا كاين البروفيل ديالي انا في البراني عيطوا لي بون باش يبروبوزي لي دوزيام رول ولا تروازيام رول في البراني اوكي بون جاني تليفون عمار ان شاء الله هذا العام عامك وان شاء الله راح تخدم كيما دو برودوي واحد اخرين بس كانوا بروبوزيني تروا برودوي دونك دان سالكو كلش راح كيفاش؟ دونك عيطوا لك وماذا تيك عيطوا لي عيطوا لي عندك ان بيرسوناج شباب يتو قدام لنا فوالا فوالا هذا عامك بصح علاش استعملت كلمه عباره تاع دوزيام رول تروازيام رول؟ دوزيام رول بيس كاين برينسيبال كاين دوزيام رول كاين تروازيام رول سي دي رول داكور بيرسوناج سي دي بيرسوناج برينسيبو ما كانش عندك بريمير رول نو ما كانش عندي بريمير رول نهضر على هذا البراني باش نتبعها في الضامه كان عندي 24 جور في الكونترا خدمت 8 جور ما شاء الله 8 ايام ما شاء الله كان عندك 24 جور بعد خدمت 8 ايام تنحاو كاع سيناريو نقصولي امسح 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 نروح لبلاطو عمار ما تلعبش اليوم نروح لبلاطو عمار ما تلعبش المهم في السيناريو واش كان كاتب في السيناريو اكثر من لا مواتي تاع حقه تنحات داكور لا علينا ماشي بروبليم هذه في التصوير يعني ماشي هذه في التصوير هذه معليش ندير نقطة نظام فؤاد فهمني فيها هذه الله يرحمه هذه عامة هذه عامة تسرى كيف أنا سرت لي واحد خلينا دوكا ندير لكم لا قديم 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 مسلسل قديم احكوا لي عامة عامة مثلا أنا رياليزاتور صاحبي مخرج صاحبي الرول ديالي شوف عمار الرول ديالو برسك لحقني رياليزاتور صاحبي اسمع نقص له داكور نقص له وزيد لي سيكونس وصرات هذا العام صرات في هذا راك تحكي في التوزيع بصح الحكايه لو يحكي عليها هو لا لا يعني ماشي في التوزيع في التصوير في التصوير فهمتك بصح هو يحكي لك على نقطه اخرى ويقول لك باللي انا في العقد تاعي عندي ان نوم دو سيكونس هو نوم دو جور ان نوم دو جور تساوي مبلغ معين لكل يوم بصح كي تهدر انت مع البروديكتور كيفاش تلقى روحك كي تهدر مع ثلاثه تهدر انت مع البروديكتور مثلا تقول له شيخ انا سنيت على 25 يوم نقول الا كاين فيها قصه تسمى نورمال انا جايك على 25 يوم سمعني مليح بصح انا راني خدمت 8 ايام وخلاص الرول ديالي كيف يا كيلكو شوز كي فا القصه تبدلت ولا نورمالمون البروديكتور هنا يضرب تخميمه لا لو رياليزاتور نبداو البروديكتور دراهم افير كلش دراهم داكور البروديكتور ما كيما كان يقول لك ماشي دراهمه واش يقول لك خيرك خالص اكزاكتومون تدي 25 جور تخدم اسمحي لي نكمل لي تخدم 8 جور تدي 25 جور هذه واحده بصح في الباكاج تاعك في لاسوم كومبليت اسكو انت ديت لاسوم كومبليت وي لاسوم كومبليت تدي كونترا اللي تسيني بصح في الباكاج تاعك باكاج نقصوا لك في الباكاج واش تجوز واش تجوز في لا تيليفزيون ينقصوا لك باسكو رياليزاتور صاحبي ولا كاين معليش فهمتني واش كاين امور هذا بصح سامحني تقدر تصرى لانه اصلا الضامه نورمالمون العام اللي فات كان التصوير كملوا في رمضان جوستومون على بها يصرى تقليص في السيناريو كما صرات في مسلسل ليام كنت انا عندي دور معاهم مازلنا انا معليش معليش سامحني انا مت بصح استنى تقلصت السيناريو تنحيت كاع ما قعدتش وديت دراهمي على كل بصح تصرى علاش باسكو نخدمو كي قرب رمضان انا كنت نلحق البلاطو ونعاود نولي للدار انا دابري مون اناليزا انا بالسيناريو تاعي ما نلعبش شوف دابري مون اناليز كاسكو جي اناليزي باسكو ديجا الضامه كانوا تورني يعني حتى الحق بكم رمضان مازالكم تورني نص تاع رمضان ودي باش تفهم لو بريمير ايبيزود تاع الضامه هذيك لي دو زونفون لي زون في لو بوز وي وي كلاطو دونك بوتيتر اللي كان كاتب السيناريو زاد لهم في لو جو نقص لهم لو جو تاع حقه تاع ما معليش معليش نعاود نعرف سفيان انا فهمت راني فهمت حتى انا نحط روحي بلاصه المشاهد كريم سي نفهم دونك اذا
هذا العام عاود يتصلوا بك باش دير ان رول. باش قلت بعد راح كلش كيف راح كلش؟ با جو سي با. ما هي جو سي با. عاود عاود كونتاكتيت البيرسون اللي كونتاكتاني بور لو رول تاع تاع البراني. اي با خضره واحده ما زدتش. ساسون سا ريبون با. السلام عليكم ما نعاودش. وانا ماشي سي با لو جور اللي نطبطب على البيبان خدموني. انا عندي عندي لي كاباسيتي تاعي نعرفهم. نعرف واش نمد. نعرف انا تعطي لي سيناريو. انا الرهان عطاو لي رول قلت لهم نو ماشي ديالي. داكور كاريمون الاز مع رياليزاتور المصري اونترينور تاع فوتي تو سامحني هذا ماشي البيرسوناج تاعي. تحترم المهنه ديالك اكزاكتومون. تقدر تمد لواحد اخر. بصح البروفيل اللي ما يساعدوش عمل مليح ما يدخل في حيط بس نورمال عملت مليح ما نلعبوش. السلام عليكم صحيح سي ماشي لازم نلعب نامبورت كوا. انا شوي لو جور اللي عندي برودوي واحد نديرو نبازي على البرودوي هذاك. السلام عليكم مانيش لو جور هذاك اللي نحكم 4 5 بروجي ونبان فيهم كاع وفي كاع لي شان وفي كاع لي فيتون. عمر هنايا مادام انت تواصلوا معاك وعيطوا لك ومعاك ما على بالكش ماشي بالك بالك الخلل راهو فيك انتايا. مادام راك تقول عيطوا لي وتواصلوا معايا ماذا تيك تفهمتوا على الرول تاعك سي كوا؟ تفهمنا باللي يا ودي عمار هذا عامك عندك عندك بيرسوناج دوزيام ثوازيام رول فيتون اي تو قدام الناس سي بون. داكور اوكي سيتي فاليدي سي بون من عند البروديكتور من عند الرياليزاتور. عند البروديكتور مع لو دوزيام بروديكتور سي بون سي بون ماشي فاليدي ميم هنا سي بون سي بون نسحقك سي بون ريح في سي بون ونديرو فاصل نعاودو ريح في سي بون ما تبوجيش سي بون صغير ونعاودو نتلاقاو فاصل ونعاودو نتلاقاو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا واسما بحضراتكم اينما كنتم عسلامتكم. راكم في العدد الاول تاع رمضان ماشي عادي رفقه الثلاثي الرائع الدكاتره طبيب جراح في ان واحد يداوي ويجرحوا في ان واحد استاذ صفوان الاخت فاطمه سبيساليست في التشريح التشريح تحكم لك حاكمه الامور والاستاذ فؤاد والاخر دكتور يتبع لوبيراسيون من بعيد يتبع لوبيراسيون من بعيد هكذا يتبعها مليح. على كل حال غدوه ان شاء الله نجيب معايا بطاقه روز ماشي صفوره باش نقول لكم هذه انا حبسوها لي انا صلات لي هذه حبسوها لي الله يسلمك سحقيتك سي بون راك في سي بون. كنا حكينا دونك اذا هذا هو اللي خلى الاستاذ عمار انه قبل شهر رمضان بايام يمد هذاك لو ميساج ربما تكون رساله ورساله ربما كانت عند العديد بالك حتى الاول برك اللي درتها بينما الانتاجات والمنتجين سياستهم واضحه وانا موافق الاخت فاطمه كي على فرانشيز دو دير لي شوز كما لازم تنقالوا وهذه الحقيقه المره بصح ما تقدر دير والو خاطش كل واحد حر في اعماله. نعرفوا مليح باللي خمسه ست ممثلين يلعبوا كامل العناوين يتبدلوا برك العنوان برك مره يلعب سراق مره يلعب طبيب مره يلعب جراح مره يلعب ميكانيسيان بصح سي لا ميم شوز اليوم يلعب جاري العام الجاي يلعب ما كاش هذيك القضيه هذيك تاع الشخصيه تاع الممثل اللي تبقى راسخه تقول كيما تقعد تشافي على واحد تشوف كيلعب هذاك حنا دوكا لا لا حنا من عام لعام ومنا معليش حنا نتمنى ان شاء الله الايام هذه تكون اسعد بالنسبه للجميع ونتفاداو هذا النوع من الامور. بصح اذا طلبت منك عمار تعطيني تنقيط تاع واش راك شفت خلاص راك دخلت معنا دوك راك تيلي سبيكتاتور انت قاعد في الدار كيما انا رانا نتبعو كيما كامل كاع دوك لي تيلي سبيكتاتور اعطيني تنقيط تاع واش راك شايف لحد الان رانا عايشين سيزيام جور سيزيام جور مع عدد نقولوا لا رقم قياسي هذا العام بالنسبه لي دراما والله يا وراح تكون محور تاع احد المواضيع في الايام القادمه. كيفاش لقينا روحنا نعشقوا دراما ما بيش صرا بكري كنا نروحوا نشوفوا ندخلوا الدار نجروا نشوفوا مصطفى غير هاك والضحك ومنا اوا دوكا لا لا نموتوا على الدراما وقتلني ما باليش سي دي جو بالك سي اون مود مي حد الساعه اعطيني تنقيط كم تيلي سبيكتاتور تنقيط انا باش نقول لك سيغ ديس باش نقول لك انا شفت ما شفتش انا سيغ ديس واش كاين كاع واش كاين 7 سيغ ديس صعب صعب باش تشوف كل شيء 7 سيغ ديس انا واش راني نشوف باغ اكزومبل البطحه مثلا بطحة 2 دار الفشوش 2 هذه نشوفها اون فامي اللي تتشاف اون فامي تسمى شغل احنا عائلة محافظة تسمى شكون كاين عفايس اللي ما نقدرش نشوفهم اون فامي تسمى كيما البطحة ودار الفشوش اليز دار الفشوش ديجا دي سام برودوي اللي يبين التراث الجزائري والبطحة يعني استوار تري سامباتيك البطحة هايلة بزاف تري سامباتيك بار كونتخ في لي برودوي تاع دراما الجانية شفت في لي ريزو سوسيو كيما الاخر واش كاين واش راهم يجوزوا نقولوا احنا في التوقيت هذا في اي نعم 80% رجالهم برا
وي 90% كاع ماشي 100% واش شنو يدير؟ شو راك 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 صلاه التراويح شو راك في امر اخر يعني؟ ما تقدرش تكون في الدار على تعبك عندك مشكل مع روحك. تسمى صباح ديجا عندي مطعم الرحمه، نعاود ندخل للدار عيان نشوف مع لا فامي واش قلت لك، والباقي في لي ريزو سوسيو. كاين الرهان بارابور على لي فيتون المرتبه الاولى، عجبني بزاف زكريا بن محمد. باش زكريا بن محمد اللي ما كانش عنده لا شونس باش يخدم مع مخرج اللي خرج منه الانرجي اللي فيه ولا الخدمه تاعو، برافو ليه. دونك في الرهان لي كوميديان لي زاكتور تاعهم في الكونترا ممنوع تخدم في برودوي واحد اخر. سي ويعجبك ما كانش في المنصات تاع تيك توك وكذا لي زاكتور اللي جابوهم، كاع دي زاكتور سي دي كاليفي سوا جابوهم من الخارج ولا جابوهم من الجزائر. برودوي واحد اخر بون كيما نقولوا البراني في ما قلتلكش، انا قلت لك واش راك تشوف الشبكه؟ الشبكه استطعت تشوفها شحال تعطي لها التلقيت؟ عطيت التلقيت تاع سبعه اسم الله بزاف تاع سبعه هايل كاع. سي فري كاين ايفوليسيون فول دير. استاذ فؤاد هكذا بك رقم، انا عندك مشاركه في هذا العام؟ نو عندي مشاركه دوك معليش ننسى. لا ما ننسى 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 تفضل. انا نمد خمسه نمد خمسه. وعلى بصح خمسه باسكو واش راني عندك دي زارغومون سيرمون سيرمون. مثلا كما كان يهضر على دار الفشوش، سي فري دار الفشوش تقعد تشوفها اون فامي يا با دو بروبليم. انا في الكوميدي سوسيال العام اللي فات سيتي بوكو بلوس كوميدي. هاد العام انا واش راني نشوف راهي وربي يعلم بوكو بلوس درام. داكو راح للدراما. جو سي با بوكو بورتون جعفر بالك بور لا كونتينيتي مي سي لي ميم كوميديان. لا بالك هو ما تنساش هو يحب القصه تعاود تمشي. ما تقدرش ما تقدرش ما تقدرش سي داكو. سي سي سي, سي مثلا 10 ل 10 ديروا دراما تو بو با. بصح هو الحكايه هنا سي لو ميم ستي. بصح هو لاستيس ربما راهي هنا تاع المخرج مثلا مادام باش نمشوها 20 حلقه 30 حلقه لازم نديروا هذه الحكايات. بالك من هذا الباب تاك تقول بالك بصح هذه هي البطحه. جوستومون نطلب من ليكيب تاع لا ريداكسيون راه معنا اون ريجي يوجدونا لا فيديو تاع لا ريبليك لا فاموز ريبليك اللي تندارت وقات فيها تانيك نقد. وجوستومون انا راح نطرح لكم الاشكاليه تاع اسلام بوختاش وجدوها هنا كي توجدوها قولوا لنا. الاخت فاطمه تنقيط والله ما على بالي التنقيط مي على حسب ما الا ما شفتيش كنا ما شفتيش. لا لا شفت شفت انا كما قال لك الاكثريه هذا العام عندنا دراما صح عندنا نقله نوعيه بصح ما غاديش نهضروا بالتفصيل واش كاين هذو بالك نخليهم في الاعداد الاخرى واش كاين باغ اكزومبل سيناريو ولا مي نقول كاين نقله نوعيه على العام اللي فات ولا على الاعوام اللي فاتت صح سيرتو في الدراما. انا شفت باغ اكزومبل دموع الوليه البراني شفت شويه منهم نقدر نقول لك 7/10 مليح 7/10. هاي استاذ صفوان شوف يقول لك الا شفت يا صفوان الا شفت رانا الا ما شفت قول ما شفت سلم نفسك للبوليس. دونك اون بو با جوجي لي كونسيبت لي كونسيبسيون لي برودكسيون دونك اون فا بري جوجي انايا جو في نوتي 4 سور 10. لا 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 شوف هذا العام استاذ رياضيات واعره هذا العام لو باكي الماوه كامل في الدراما تسمع لي سبونسور. دونك هذا العام ما شفناش بزاف لي سيت كوم ما كانش بزاف الكوميك. انا شفت دي كاميرا كاشي ايز ايتي با لا اوتور سانسيرمون اي افيك تو مي ريسبي اللي راني نديروهم اصدقائنا وخاوتنا مي تكنيكمون كاليتي دو سون ليكليراج هذاك لي كاميرا كاشي ولا بزاف كاميرا كاشي كاميرا كاشي السؤال تاعي واضح. انا شفت عموميه انا شفت لي كاميرا كاشي شفت الدراما شفت كالكو سيت كوم. انا قلت لك جو في نوتي 4 راك حاب تفصلهم بصح انت لا لا 4 سور 10 ما باسكو في الدراما سامحني الا انت باش تواصل الفكره تاعك الا انت تمد الكاميرا كاشي نو نو نهضر لك جلوبالمون راني معاك الا الكاميرا كاشي مثلا حبيت تمد لها التنقيط راك حر تاع 4 5 هكذا ما تقدرش تميلونجيها مع دراما. انا شوف انا واش الحصيله واش شفت كامل نهائيا جي انا جي نوتي 4 سور 10 باسكو ما في الدراما يا دي تريك نو هذا الشبكه البرامج الشبكه الرمضانيه واش راني نشوف معاك. بصح انت ماكش داكور معنا بلي كاين قفزه نوعيه سو لو بلان تكنيك في الدراما في الدراما في الدراما دراما الكاتي راهي الدراما مي كاين دي كونتوني ما عجبونيش في الدراما. وي 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 بيان سور بيان سور وانت على كامل سي بور سولا كو جي دوني مون افي يا صديقي الاختلاف نعمه وانت على معنا بلاد الامر باسكو شوف واش قال عمار كاين دي برودكسيون تقدر تشوفهم اون فامي ما يخفاش انه حنا عائله محافظه غالبية الجزائريين كامل ننتمي لعائلة المحافظه كاين دي تريك يعني اكسيسيف ما نقدرش نشوفهم اون فامي سانسيرمون واضحه الوصاله تاعك واضحه نشوفوا دوكا لا سيكونس اكيد كامل شافوها هكا في لي ريزو سوسيو تكلموا عليها كثير اللي خاصه بون ريبليك يا ريبليك
صح حبينا نقراو ما بين الاسطر شكون تاع وعلاه وعلاه بعد خاصه حبينا نعرفوا وعلاش تانيك اسلام عطيت له هاد لا ريبليك. انا كنت حابك مثلا تمد لا ريبليك هذه لاحد الاعمده تاع ولا لي زاكتور فار دي تاع المسلم وعلاه هو بالذات هذه وحده ومن بعد وعلاه بالك بور تاكيني داخله في اللعب ما فيها والو داخله في اللعب تاكيني بشويه هكذا داخله في رمضان ماشي عادي فوالا لا خاطينا داخله في اللعب دون لو جو بصح ثاني القناه اللي مر فيها البرنامج ايزون بري لي شوز مال سكي نورمال بصح ثاني ما عرفوش ثاني كيفاش يريازيو نشوفوا لا ريبليك ونطرح عليكم السؤال توما. جمال نشوفك في مسلسل هذا رمضان. اه ويه رول برينسيبال. دوزيام سيزون تاع الحبطة. يا خا جمال بعد الحبطة. راني نخمم ما مازال ما ديسيديتش. المهم يمدوا لك الهضرة هذه المرة على خاطرش العام اللي فات شفناك جست برك. ماشي خالتي صرا بروبليم في المونتاج كوباوني ومن بعد نفهمك ومن بعد نفهمك. ديكابريو ما يديهالوش هذا العام. ولا لا لا سطاطا. هنا نقول لكم باللي وجهه نظر تاعي نقول لك باللي صح ولا واش ماليش واش فيها بتيت بيك صغيره وراها المشكل ما شغل ما راحش بعيد مليحه طون طون بصح كانوا يمروا مسلسلات من اخراج جعفر قاسم في القناه هذه اللي كان فيها سلسله واحد اخرين كانوا هما يبيكي واحد اخرين بصح تما كانوا فرحانين يعني ورا المشكل دوك هنايا فيها والو وعلاش يعني خدات هذيك لا بروبورسيون نظن سي بور تاكيني مانا بور تاكيني مي صح في بارتي دو جو عادي نو عادي انا بور موا وجهه نظر نو ان كوميديان انا نقول لهم ان كوميديان الي كوم ان فوتبولور يلعب افيك البالون اي سون بالون صحيت صح كاين دي فوا ما عندوش التاكس مي تلقاه بيبي كيلعب غير بلي سيلونس تاعو يعرف كيش يمي بلي لي سيلونس يلعب انا هنايا الله ربي يعلم جعفر قاسم بالك حبي بيكي ناس ربي يعلم بصح حبيت نقول بلي عادي تندار بيان سور تندار وحنا كي ندخلوا ندخلوا السمعي البصري ننتظروا هذا الامر ما يبيكيك واحد مرة تبيكي عادي يعني صح صح راني بيان داكور بيان سور بوغ موا لي انايا عاديه عاديه فاطمه عاديه عادي باسكو باينه بلي رساله مشفره باينه باينه دونك نتقبلوها عادي دونك راهي قاعده في الحدود ما فيهاش حد عادي باحترام بلطف بهدوء عادي صوت عادي جدا كباب عادي صحيت نروحوا دوكا لنقطه اخرى بما انه احنا راح نديروا امتيت ريتروسبكتيف فيما يخص هذه الامور كامل حبينا ثاني نزيد ندخلوا دوكا شوف التكنيك هاي ندخلوا شوف التكنيك وشفنا عده مسلسلات راح يشارك معنا هذا العام احد اعضاء تاع الفرقه مخرج هو استاذ زكريا راح تعرفوا عليه بشويه بشويه طوال هذا الموسم الاول تاع رمضان ماشي عادي اللي هو خدمته انه يحاول ياخذ دي سيكونس ويعطي لهم قراءه ديكورتيكيهم يعرف كيفاش يحددهم يسقمهم اللقطه تاع اليوم ولا اللقطات عنده زوج لقطات نهار اليوم يقدمهم لنا خاصين بواحد بدراما ولا لا بزوج بدراما زوج بدراما نروحوا نشوفوهم خير خير من بعد ندير لكم التقديم تاعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زكريا اليوت ورح نكون معاكم في رمضان ديالنا ماشي عاد. تحية عطيرة لجميع الضيوف الموجودين في البلاتو، تحية خاصة لسفيان وطاقم العمل، ما عليا غير نقولكم صحة فطوركم وخلي نبداو. راح نطرقوا المسلسل 11-11 اللي قارع واش في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت ليه بعض الصور على فيها ولا ما فيها ونقدم لنا المشهد اللي يحتوي على عنف خارج الإطار وكان الأول من نوعه في هذه السلسلة اللي زاد جمالية للصورة. وكي نقولوا 11-11 نقولوا هذاك المشهد الدرامي اللي قدمته مريم اللي ما حبش يكمل على خير في جميع المسلسلات اللي مثلت فيها هي في سبعة حجرات في الضمة وفي 11-11 نفس خلاص بصح علام علام عبد ولا عبد عبد استنى عبد دقيقة استنى شكيت لي بعض الممثلين كي كانوا رايحين يديروا كاستينج يديروا السيناريو تاعهم معاها
إذن بطبيعة الحال جاني الفضول كجميع المشاهدين، الكف اللي ذاته مريم كف صح ولا زعمة زعمة؟ يا أي الجوف وين؟ بعد ما نزلنا الحلقة البرنامج تركيب رحنا الأجزاء تاع التواني واخترنا مكان معين باش نقسموا الفيديو أو هذيك التواني إلى جزئين. كما نشوفوا الجزء الأول في حقل الصورة نلقاو الكف التضرب، ولكن في حقل الصوت لا يوجد صوت في هذاك الجزء الأول تاع الفيديو. وكي نروحوا للجزء الثاني تاع الفيديو نلقاو الصوت كاين في حقل الصوت، ولكن في حقل الصورة نلقاو الكف صحيح التضرب وراح. يحب يقول أنه كاين زمن في اختلاف الصوت والصورة ما همش متنسقين مع بعضهم، وهذا يرجع وإضافة مؤثرات صوتية من أجل إظهار أنه الكف حقيقي. لابو تاعها بيضة هي لو كان كاين كف أو خلى السيكاتريس في وجهه. وفي هذه الزاوية نشوفوا بني ما كانش حتى حمورية في وجهه. الممثل هو الشخص اللي يعيش حالة الشخصية من خلال نص درامي أو كوميدي بكل أحاسيسها ومكونات، ويعبر عنها بجميع أساسياتها وتفاصيلها. هذا كل غير باش يوصل هذاك النص الدرامي أو الكوميدي للمشاهد بطريقة صحيحة. بصح باش تجمع وتقول المجتمع ككل مازالت عنده أفكار أنه المرأة لازم تسكت وتصبر، كاين واحد خابط في البارامتر هنا. الفوبان دخلوا لي كابل في بعضها، حياة مجتمع مجتمع، تمثيل تمثيل، سينما سينما. وفي النهاية هذه وجهة نظرتي أنا، دوما واش قولكم؟ أنا تبني صحيح مشاهد يشبهوا بعضها في ثلاث، وبانت لي تجول حتى الكف هذا كمان مش كف. قبل ما نفتح النقاش حبيت برك نفتح قوس على رأي صديقنا رضا عباس. لازم أيضا تانيك نرفعوا شوية المستوى تاع النقاش ونرفعوه من حيث أنه تقبل ملاحظات، يعني كامل كيما احنا ولا كامل المنتجات الاخرين يتقبلوا الملاحظات، خاصه ان كانت تقنيه، خاصه ان كانت مش انتقاد، هذا ملاحظه تقنيه. دوك الاستاذ زكي هذا وخدمته يعني في بعض الاحيان يختار عليك فكره في الجزء الاول تاع الفكره تاعو انا نشاطره 100%. الجزء الثاني فيما يخص تاع لي في سونور انا شخصيا نقول لك نو، انا مش داكور معاه، باسكو دون تو لي فيلم ولا توت لي سيري كاين لي زيفي سونور، كاين صافي بارتي دو جو، مي هو حاب يحللها، معليش وجهه نظر ونحترموها، بصح لازم ايضا ما يكونش ثانيك بعد ما نتكلموا على هذه الامور ولا دير دي زيميسيون ميديا هكذا، ومن بعد كي تتكلم على انتاج صاحب الانتاج يزعف، زعف على روحك، باسكو اذا كان الانتقاد ولا الملاحظه تكون محترمه جدا في اطار قانوني وغيره وغيره، هذه وجهه نظر لازم الناس تتقبلها. دونك هذا القوس كنت حابش نفتحه باش نفهمه مليح. السؤال تاعي الاستاذ فؤاد، كيفاش مثلا لقينا روحنا في ثلاث مسلسلات بنفس لا سيكونس؟ هذو امور توقعوا، احنا ما فونتيناهمش، الاستاذ زكريا ما فونتيناهمش. دونك حبينا تانك نفتحوا هنا نقاش خاص بالسيناريو، كيفاش تلقى روحك في بعض الاحيان تاثير شيبان نورني انت. انا واش نشوف سي با لا فوت تاع تسرى ساري كوميديان ريان افوار، شوف ساري ميم لو رياليزاتور تسرى تسرى دار ان سيكونس تشبه لواحد اخرى وما على بالوش بلي كاينه سيكونس تشبه له. انا رايي الشخصي انا هادي تاع لي سيكونس لي تروا سيكونس 98% كاع كيف كيف باينه هاي دغري مرسي يا خويا تتخطرات تغير لا توني وديكور فوالا. Je pense à les réalisateurs, parce que je pense que c'est le même réalisateur, il a les droits. Non, le scénario, non. Scénario, il t'en a fait ça. Scénario, oui. Ou là, tu connais, l'écrit de chef. Mais le réalisateur et la comédienne, نو خرجوا الكوميديان الكوميديان مام المخرج بالك يكون ما شافش هذه اللقطات في مسلسلات الاخرين دارها جاتو هذه اللابسه دارها اوربي يعني. نحن نسمع فاطمه باسكو حسيتك تري دبلومات عباك هذه كاش ما يعيطوا له كاش خدمه ولا هذه نورمال ماشي درك انا هو سامحني كان يهضر في نفس الوقت بغيت نطرح عليه سؤال يقدروا يطيحوا علينا يطيح لك زعما لقطه هكا نفس اللي زعما خدمتها تكون خادمها ديجا يقدر الممثل يبدع يبدل فيها عنده الحق يبدع فيها. علاش انا نقيد روحي علاش انا نقيد روحي بالسيناريو وبلقطه ديجا انا خدمتها؟ يا خوتي مانيش باغيه نعيط للسيد، باغي نلعب بطريقه واحده اخرى نورمالمون. انا حابه تدخلي الكوميديا نو سامحني شوف هي السيناريو
هي قضية السيناريو. كيما كاين بعض المخرجين يشوفوا بلك كيما شافوا سوها سوها عجبتنا في هذه اللقطه كيما يشوفوا كيما بزاف كانوا يعيطوا بالك فنانين يقول لك هذه تلعب قبيحه غايه هذه تلعب كذا بالك شافوها في ديك اللقطه نعيط لها ثاني تلعب كذا مي انا ثاني ما ندخلش غير السيناريو المخرج والممثل عنده الحق باش يبدع في اللقطه تاعو انا نشوفها كيما هكا بصح كيفاش لقينا روحنا في طروا سيري تلت المسلسلات جوستومون راني نقول لك ميم سيكونس هذه هي الحكايه جوستومون راني نقول لك هنا السيناريو صح من حقه لكن شكون اللي يقدر يغير ولا يبدع فيها الممثل هو على باله خدم كيما هاك يقدر يقول للمخرج ممكن باش يبدل فيها والله استاذ أعلم. عمار هي رايحه للسيناريو رايحه للسيناريو بيسك حنا لي سيناريست تاعنا افيك تو ميريسبي ليهم ناقصين شويه بروفيسيوناليزم بيسك يشوفوا البرودوي تاع الجزائر وكيشوف ان كوميديا صلح في هذاك لو جو يكتب عليه يحاول يدخلها في القصه يكتب عليه داكور يكتب عليه بيرسوناج العام الجاي باغ اكزومبل داكور وكي يكتب بهذيك لافاسون اللي شافها ما يحاولش يغير من الممثل هو السيناريست ولا المخرج اللي يغير من الممثل من الأ لبي من البي سي ما نجيبش انا ممثل زعما لعب لي رول عاقل كيما بهية رشدي توجور على الام الحنونه الام الحنونه الام الحنون حتى ولينا نشوفوها برا خلاص الام الحنون صابونجي صح ام حنونه هي صح لينا هي صح لينا كيما سامونجي الله يرحمه بزاف الممثلين من بكري من زمان يعطوا لهم الدور تاعهم على 100 سنه يقعد يلعب هذاك الدور تبدل نورمالمون نورمالمون كيما سهى الاخت سهى الزميله هي اللي تخير هنايا تقول باللي يا ودي السيناريو هذا لعبته يعني لعبته ديجا اوكي اسكو سي بوسيبل اوكي اوكي انا نقول نقدروا اسكو نقدروا انا نقول تصرى لك ليك تصرى لي ليا هيا معليش انا عمه بصح هو ثاني كيقول لك انا المخرج سامح لي خويا عندك ان سيناريو تو ليكزيكوت اكزاكتومون يقدر يقول لك واش يقول لك هذا دوك يقولوا لا لعب هذاك الله واش عاد دير ما تقدرش سيرتو في الجزائر ما تلعبش حتى تسمح حتى العام الجاي باش تلعب دوك هنا نخرجوا لاكتور نظن بلي نقعدوا نخرجوا لاكتور انا واذا حكيت مثلا على الرول تاع بنادم مثال هذه صرات هذه عندك اكثر من 50 سنه هذه نهضر مع فؤاد كي لحقت ال 50 ليك نهضر مع فؤاد شوف فؤاد صح تلعب ناس ملاح 50 سنه تلعب ناس ملاح هذا ثاني أنا تلعب قبيح مسلسلات قبيح تحياتك كاع قبيح سمروني فؤاد كي يكون بيرسوناج تاع واحد قبيح جيب فؤاد باسكو انت فاهم مالي هذه انا جاي ما عندكش دروات تلعب حاجه اخرى انا درك لعبت وقيله زوج مسلسلات قبيح ولا ثلاثه من بعد حبستهم كي يعيطوا لي ما نلعبش باش نشوف انا لي كاباسيتي بصح وعلاش الناس اللي تعيط لك هاني جايك هذه سي لا فاسيليتي هاني جايك باش انا اون طون كوميديان نشوف لي كاباسيتي تاعي وين قادرين يروحوا هذه وحده هنا البلو كرون بروبليم كي سبوز ما عندناش لا ديريكسيون داكتور ما كانش في الجزائر مخرج وحده اللي يدير ميزون سين وحده نورمالمون المخرج تكنيكمون هو بصح ارتيستيكمون قبل ما لا ديريكسيون داكتور سامحني فؤاد احنا عندنا القصه نبداو نديرو لي بروفيل كتبوا حساب السيناريو وعلاه تا ساهله ماهله صفوان لعب بوندي كل خطر نعيط غير عندنا بوندي عاد صفوان باسكو ما يحبوش شفتو في الفيلم ما يحبوش يتعبوا ايوا هذه اللي كنت حاب نقول كلمه شابه هذه ما حبش يتعب معاك شوف المخرجين ايوا نقدر نقول 60% ولا 80 ما يحبش يتعب نسحق واحد قبيح تجيب فؤاد واجد نسحق واحد عنده لو تيم مافيا يقدر يلعب نسحقوا واحد جون جورناليست نزيد لك واحده اخرى ما يحبش يتعب وخاصه ما يحبش يغامر صفوان اسمح لي صفيان اسمح لي فؤاد لا لا قعد لي في الفكره قعد لي ما يحبش يغامر مي كاين عفسه واحده اخرى ما يخفلكش انه باللي انا كي تجيب السيناريو ومعك يفاليدي ولا لاشين ولا يفاليدي لي سبونسور كي يفاليدي له يفاليدي له غير سبونسور اسمح لي اسمح لي يفاليدي له جوست 3 موا ولا 2 موا افو رمضان ما يكونش عنده لوق باش يدير الكاستينغ يقعد يحوس على لي بروفيل لي كريتير دوك هذا عنده ان كريتير تاع ان بوغوس قال سقيت واحد ان جنتلمان نعيط ديريكت لاماس نيغري باسكو علاش حنايا ما عندناش ما تورنيش دي فيطو ما تورنيش دي سيتكوم على العام عندنا جوست افو رمضان كيما في الضامه عيطوا لي بون عيطوا لي دقيقه الاخرى عيطوا كي مشي رياليزاتور مزاحم كان مالنا شويه كان شويه شغل دار لي كاستينغ اون بلاطو زعما كون كوا سي تورناج هو سان كاستينغ ميم لا سيكونس اللي دارها لي ما جازتش بيسك قال لي ريسكي بيك انت تلعب لو بوغوس وهذاك الجلتلمان ما تقدرش تلعب لي مافيا ما تقدرش تعطي لي هذاك البيرسوناج اللي نحوس عليه تاع وليد كارتي بوبيلار ويتا وكذا قلت له مزاحم انا على بالي بلي كاباسيتي تاعي هي كذا قال لي جوز البلاطو عندك برومي سيكونس تلعبها لا سيكونس سي كوا سي نطلع على
للمي تاعي اللي هو كريمو دراجي. دونك في هذيك الطله هذيك اكسبتا باللي انا هو اللي نلعب حقه. سي الكوميديا ماشي سوها ماشي هذيك هي اللي توجور هكذا. فؤاد ماشي دائما هذاك هو الواعر والقبيح، يقدر يلعب هذاك المحقور، هذاك المسكين، هذاك عنده هما ما يريسكيوش. ايوا كاينش اللي يريسكي، توجور يقول لك باللي انا عندي 3 موا نجيبهم واجدين كاع، علاش حنا في لي فيتون نشوفوهم توجور نشوفوا لي فيتون كل واحد عنده البلاصه ديالو واجده، كيما العام اللي فات، كيما الخمس سنين اللي فاتوا، ما كاش حاجه جديده. مصطفى العريبي ما يلعبليش انا هذاك الجونتي عنده بيرو خدام عاقل كذا من عنده لا لا قبيح حسن كشاش توجور هذاك المافيا هذاك دا غامر غامر في الكوميديا غامر مش في الكوميديا نهضروا دراما نهضروا كوتي دراما في الكوميديا في الكوميديا سي خدمت مع مصطفى وخدم العريبي ما تنساش مصطفى العريبي خادم بكري في خادم سوسيال هذيك تاع خادم خادم على بالي بلي انا في 2015 خدمت معاه سيغي اللي ما جازتش الخمسه في لاكوميدي كي كنا في البلاطو نشوفوا كيفاش يلعب الموت وبالضحك سيتي سيناريو مام في دونك الفكره تاعك دونك ما يغامرش الفكره تاعي المغامره المخرج ولا المخرج والبروديكتور ما يغامروش ما يغامروش ما يغامروش بالممثل الخطا او جماعي خطا جماعي يعني. جماعي راهو بين المخرج بين المونتاج المخرج والمونتاج سيناريست والسيناريست والبرومي اسيستون هذو هما الربعه اللي يتحاوروا على لي بيرسوناج تاع لي كوميديا هي الوعره وعلى فؤاد كي يكونوا عندك زوج قباح في رمضان واحد واكتر واحد يموتوا عليه يضربوا عليه زوج انتاجات يا اخو بصح انا نكمل في ليدي ديالو الممثل عنده اون بار دي ريسبونسابيليتي المخرج كي يعطيك السيناريو الى تاك السيناريو باش نتفاهموا دوك نمدو نخلي نمدو نخلي سيكونس تاعك انا ندوموندي انا ندوموندي سيناريو معليش كي يعطيك السيناريو ثلاث شهور من قبل اكزاكتومون تقدر تخدم عليه ثلاث شهور من قبل تبدا تقرا وكذا تخرج البيرسوناج تاعك تخدموا الترك كيما نقولوا حنا ترقعوا باش من بعد تلبسوا وجدوا تلبسوا اكزاكتومون كاين بعض الممثلين او ممثلات قلت لي الخطا قلت لي الخطا ورا الخطا انا هاو الخطا انا جايك كاين بعض الممثلين ممثلات المخرج كي يعطيه النص ولا يعطي لها النص تحطه في الغزاله ما يقراش الو غدوا عندك تورناج واش من سيكونس بصح استنى رانا انا جايك في الكليشي لا استنى واش من سيكونس هادي وهادي شو كيفي كيما لعبت العام اللي فات تلعب هذا العام يا عم يا فؤاد حبيت نقول لك بلي انت اصلا وعلاه تعيط لا ميم بيرسون باش يلعب غير لو ميشا 50 سنه انا هدرنا 50 سنه ما يحبش يريسكي وما يحبش يتعب فوالا 50 سنه الناس ملاح هادي هي سبا نورمال هادي ما يحبش يريسكي وما يحبش يتعب باش ما باش ما يبرديش بزاف الوقت وانت الشبيبه هادي ما تطلع الشبيبه هادي ما تطلعش ما يخدموا توجور كليشي واحد فوالا هكذا السي في تاعهم يكون ناقص انا بوغ موا تروح باش تروح زعما اور الجزائر تروح لتونس ولا تروح لاي البلاد تمد لهم يشوفوا 70 فيلم 70 مافيا وراي شونجمون هنا كيفاش كيف سي في سي في سي في وشنو يتنوع خدمت هنا خدمت هنا خدمت هنا خدمت هنا سي دي بوست كيما لاكتور لاكتور الادوار تاعو يتنوعوا مافيا جونتي عاقل معوق ازدياف مريض سي كوم سا نورمالمون سي هكذا نورمالمون وجوستومون عطيتها لي على التير هاي مليحه عطيتني لا بيرش باش نروحوا مباشره دوكا نحكوا على الانتاجات بين المقارنه في هذه بدايه رمضان ما تصور عند عشيقنا التونسيين وعندنا عندنا بالنسبه للدراما الكوميديا نقدروا نروحوا المصريين شويه نعم نقدروا نروحوا المصريين شويه ماشي اليوم تعاودوا لنا تعاودوا لنا اروع عندنا بلاصه شابه اروع تعاودوا لنا نعاودوا على المسار ما تقلقش نروح نشوفوها ونتلاقوا بكم موراها الفصل والرد والنقاش يكون لنا مباشره بعد هذا ابعد ديالنا ماشي عادي وحتى التقرير هذا مستحيل يكون عادي راح نشوفه مع بعضنا مقابلة بين الانتاجات التلفزيونية الجزائرية والتونسية لهذا العام على غير العادة الانتاجات الجزائرية راهي متفوقة على التونسية اي نعم في الانتاج الدرامي التفوق للجزائر 6-3 كيف ماشي عندنا مسلسل 11 سيزون 2 ومسلسل البراني
عبر قناة شروق مسلسل حياة وانتقام الزمن عبر قنوات التلفزيون الجزائري، كما نرجو في قناة سميرة مسلسل دموع لولية، مسلسل الرهان في قناة النهار. أما في تونس كاين غير ثلاث مسلسلات، مسلسل فلوجة اللي يرجع جزء ثاني بعد جدل الموسم الأول وانتقادات ياسر بسبب إعطاء صورة غير حقيقية عن المؤسسة التعليمية التونسية، مسلسل باب الرزق من المتوقع أنه يحقق نسبة نجاح كبيرة، بطولة جماعية لأهم الممثلين في الساحة الفنية التونسية، مسلسل الجروج مغامرة جديدة للمخرج عبد الحميد بوشناق مع نفس مجموعة الممثلين اللي خدم معاهم العام اللي فات في مسلسل نوبة. نروحوا للإنتاج الكوميدي، في الجزائر كاين جزء ثاني تاع دار البسوش وجزء ثاني تاع البطحة، بالإضافة لعديد السلسلات الأخرى عبر مختلف القنوات، يعني الكمية موجودة لكن النوعية خليكم أنت متجاوب. في تونس أبرز الأعمال الكوميدية لهذا العام سلسلة سوبر تونسي اللي شدت الانتباه من أولى الحلقات، بطولة كمال التواتي والثنائي كريم الغربي وبسام الحمراوي، وسلسلة أولاد الحي في دبي أول عمل تلفزيوني وسينمائي تونسي يتصور في دبي. والجديد في المشهد الإعلامي التونسي لهذا العام برنامج تضحك تخرج للإعلامي سامي الفهلي اللي يعود بعد غياب لسنوات بنسخة تونسية من برنامج عالمي فيه مجموعة كبيرة من الكوميديين. نصحكم كامل سي بون وقعدوا تواصلوا معنا وتابعونا يوميا على قناة الحياة من خلال البرنامج هذا. بداية البرنامج تبداو توالفوها 11:30 11:30 عندنا حوالي قريب 60 دقيقة تجمعنا كيف كيف ودير فيها الدورة حول ما يتندرج في الميديا في المغرب ولا تانيك نمشيو تانيك المشرق في الأيام القادمة إن شاء الله. وكل يوم نستضيفوا ضيف، اليوم كان معنا الأستاذ الكبير باش مهندس عمار سنيقري اللي هو كان وفانا برسالة جد مؤثرة في بداية شهر رمضان وأعطانا التحليل وشرح تاعها. شفنا الإنتاجات، شفنا أيضا لا غروند برودكسيون اللي تندار في تونس تاع هي خارجة من الكونسيبت توري تو سور تضحك تخرج مجموعه تاع لي كوميديان. ليكيب تاعنا احنا قالوا لنا يا نقدروا نديروا هذه العفسه لازم نلموهم، احنا ديجا لي كوميديان هذوما اليوم داخل نلم هذاك العدد، احنا ما باليش نعد هذاك العدد والله اعلم، ممكن بالك كاين وغيرها. شفنا بلي الدراما عمار شفنا بلي انه تفوق الجزائريه متفوقه من حيث الكم غريبه سبعه في حين هما توانسه كانوا متفوقين ومن بعد داروا مارشاريير، احنا لا لازم عندنا مارشامو. نعاود نقولوا السؤال وعلاه واش صرا؟ وش رايك انت تتبع خويا سفيان الكونتيتي ولا لاكاليتي؟ مو لاكاليتي بون لاكاليتي كي تشوف المسلسلات التونسيه الصغير فيهم ما تحسوش يمثل، يعني ما نهضروش على النيفو 1 تاع لي زاكتور برينسيبو، يعني ما كل احتراماتي للمنتوج الجزائري، يعني حتى المنتوج الجزائري راهو في تقدم في بارتي منهم ما تنساش المنتوج الجزائري اللي انت تو في بارتي منه. طيب يقول لك ثاني مع كل احتراماتي لهم مي المنتوج التونسي يعني بكل مصداقية يعني تشوف باللي العساس اللي ما يبان في الفلوجة يعني يبان سيكونس واحد يميتريزي الرول ديالو كون با بوسيبل، شو تامنوا باللي السيد هذا عساس تاع مسيد. يعني احنا نتبعوا المنتوج التونسي ونشوفوا بالبرامج التلفزيونية تاعهم والمسلسلات الدرامية تاعهم، يعني هما في الكاستينج ما يلعبوش بسك المسلسل اول شيء اللي ترتبوا في الاخر هو الكاستين والسيناريو اول شيء، ثاني شيء الممثل اخي الممثل هو لابارتي البيبليك اللي راح يشوفه اللي راح يامنوا كي يكون يكذب عليه بسك الممثل لو يكذب ماشي هو هكذا دونك يامنوا هما يلعبوا بهذا الشيء. احنا مازال ما ناش نلعبوا بهذا الشيء ان شاء الله كي يكون يلحق علينا على 10 سنين شوية ولا وهذا سي 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 الغالب سي مالورو تشوف منتوج جزائري نحاولوا نحطوا لي شوف حس باللي ديزاكتور ام يبانوا باللي راهم يلعبوا ما باش نحطوا ماهوش 100% معليش باش نحطوا لي شوف دون لو كونتكست. احنا ماشي دون مقارنه، انا نقولوا السؤال تاعي وتهربت لي رحت لي منه كنت نقول باللي وعلاه جوستومون لقينا روحنا في الكم هذاك وفي حين لو فيكو بالنسبه للانتاج التونسي لا سابق، وعلاش هما نو داروا مارشارير بالنسبه للدراما احنا لا درنا مارشافون. هل تعتبروها موضه فاطمه؟ موضه بالك تفوت خليهم هم يقولوا رايهم بعد انا نهضر. حاضر لا بدي انت يا فاطمه بدي بالك عثروا بالمسلسل يعني بالك موضه الفارط
بالك لقى نجاح، لقى اقبال كبير يعني الموسم الفريط المسلسل تاع 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 الضمه الضمه بالك باسكو لي سيناريو بريس كيف كيف انا حومه عباك ولا حومه العنف الحدث جينيرال يمكن يكون هما كوتي فينونسمون ماهوش ملاح داكور وي ماهمش ملاح وي وي هذه جايزه على اسماء هذه التفقه هذه تسمع ما سمعتهاش الو ما سمعتهاش انا ثاني سما تونس راينا على بالنا بلي راه جاز ازمه ماليه ازمه ماليه برك لهذا الشيء اللي ما قدروش يديروا منتوجات بون مسلسلات كما العام اللي فات والاعوام اللي سبق كانوا يفوتوا 6-7 مسلسلات يعني معروفه تونس ولا معروفه تسمح بيقول احنا رانا لاباس عندنا انا مليح انا ملاح انا ملاح عندنا 7 مسلسلات اخي وي رانا بزاف مختلف القنوات مختلف القنوات وكل قناه كانوا يديروا 2 مسلسلات اللي جامي صرات في الجزائر وي في عمرها ما صرات اول صح مره صح في تلفزيون شروق مثلا او لو ان تي في باريكزومبل 2 مسلسلات يعني جامي ونعرفوا مليح بلي هذا النوع من الانتاجات حقيقه يتطلب يعني ميزانيه محترمه اكزاكتومون مينيموم مينيموم نقولوا زعما باريكزومبل على باليش مينيموم 13 مليار يرحم باباك في المسلسل يعجبني هذا السيد الاكتور كونطابل ومعانا اخويا سبحان الله متبع خويا متبع كلش خويا يعني هذا المبلغ هذاك تحكي عليه 130 مليون دينار جزائري هذا مينيموم مينيموم صحيت فؤاد شو دقيقة عندك فاطمة قالت لك خطيني لا 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 خطيني واش غير خير ان شاء الله فاطمة قبل اسم فاطمة عطينا رايك بالك كاش من باش ما كتب تنقول ما عندكش فاطمه دير بيني لو بليتي كوراج معليش انا بغيت مع الاخر والله ما درنا والو يعني نقول لك ها شوف من جهه الاعمال صحه كما قال لك على الاعمال التونسيه نقدروا نقولوا راهي الكميه قليله بصح النوعيه تبقى فايتينا في النوعيه انا نشوف كي تكون عندنا احنا الكميه هنايا بزاف والنوعيه والو ما نهضروش على التفاصيل واش كاين في السيناريوهات دركا باش ما نحرقوش كلش شغل ما درنا والو صح تقدمنا بالك حاجه مليحه نشوفوا الانتاجات بصح كي نشوفوا الانتاج ما تنساوش باللي كاين من بعد غادي نسمعوا من بعد بعض الفيديوهات على واحد ما خلصتش وما ديتش حقي رانا راح نسمعوها من بعد يعني بصح فاطمه معليش الا حبينا نفتحوا قوس هذا الباب يعني كلش مرتكز غير على هذه معليش بصح الانتاجات راهي كاين ماشي كامل زعما راك تقول زعما بملاير بصح كاين اللي داروا اعمال كي شغل بدراهم بحال اعمال بسيطه بدراهم قلال برك وتنجح الاعمال تاعهم بصح انا المهم نشوف هنايا النوعيه للكونتوني بيان النوعيه هاي هضرت فاطمه هاي هضرت سيدي هاي مولود يا خلعني مولود يا مولود يا ما فهمتش هاي يا سيدي ها انا جو احنا نهضروا على اسكو سي اون مود بالك سي اون مود بوسيبل سي اون مود مي واش قال عمار بالك التوانسه هذا العام عندهم مشكل مالي وي احنا المشكل الحمد لله هذا ما عندناش في الجزائر المشكل تاع المال على حساب واش رانا نشوفوا تهضر على روحك يعني لا لا نهضر على المسلسلات اللي كاينين الدراما الجزائرية كاين سبعة كاين سبعة والله ما حسبتهمش سبعة ماشي بزاف سبعة سبعة ماشي غير بزاف بزاف لي مي دوك إلا نديرو سبعة ونخرجوا كاع لي سوم هادو اللي خرجوا البيجي اللي خرج كاع تاليفيم ومن بعد ما نشوفوش النوعية لا هي بصراحة هذه هي معليش باش يكونوا منصفين هي من حيث النوعية لحد الآن والله النوعيه راهي كاينه ما نقولوش في المقبول سي دو توب في المقبول كما قال في المقبول وي في المقبول لا 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 تريز اكسبت تريز اكسبت صافا بالك ثاني كان وجهه نظر تاع مشاهد يشوف يقول لك هيا دوكا فهموا روحكم ما كانوش كنتوا تقولوا كيفا ما كانوش كانوا دوك تقولوا لا كاين بزاف ها كيفا نديروا دوكا جوستومون دوك حتى المشاهد الفلوس راح يشوفها ايه عندو الفاليتي تاع لي فيطو هذه راهي عامه لا هي مليحه هي مليحه انا سبعه العام الجاي 10 ما خدمناش كلو كيما ما خدمناش انا الشيء اللي ما حبيتوش سفيان اسمح لي عمار يعني كاين دي زانديفيدو كاين دي تات تلقاهم في كامل لي فيطون هذه حاجه اللي ما عجبتنيش هذه نوتر ماركة توزيع انا عنده ديرو البرانسيبو عنده في الفيطون هذا رول برانسيبال في هذا الرول ثاني رول برانسيبال في هذا لي فيطون يا سيدي سويت عنده كاترو البرانسيبو في رمضان في لا ميمور هذه لحقت الاشهار تانيك باش تكون على بالك وي كاين شخصيه في اشهار تاع تروا مارك ديفيرونت بلا ميم تيماتيك حنا ني با كونتر حنا رانا لازم حنا ندوا بهذه الفكره باش ان شاء الله الراتب يزيدوا له اكثر ويسينيوا له ان كونترا ديكسكلوزيفيتي سي با نورمال كون مارك اكسبت كو واحد لا ميم بيرسون سوا لو ريبريزونتون دو دو زوتر مارك يعني سي با نورمال بالك العقد اللي راهو عطوا له الدر السيد هذا راهو مليح ممتاز عطوا له الكاشي تاعو باش ما يقدرش يتوزع
هذه لي غروند مارك يديروها اقل شيء 6 اشهر اقل شيء ما يقدرش يكون في مده قصيره هذه في الاشهار ما بالك هنا نعاودوا نقولوا ذلك الراتب ما نديروش مقارنه بصح كان بعض المسلسلات في المشرق وين يعطوا له مبلغ محترم جدا باش انه يبقى راسخ في الشخصيه هذيك باش يزيد يساعد كثير للترويج تاع المسلسل اوني بيان داكور مي حنا ربما بالك المنتجين بصح فؤاد باش بونس باكو شوف نولوا لي سبوت بوبليسيتير لا قاعد لي في المنتج باسكو انا جاني جاي لتمك لا لا لا, لا قاعد لي في المنتج خاطر هذه حتكون سوجي في نوتر ايميسيون خلاص دونك قاعد لي في المنتج صافي حنا ماذا بينا فؤاد نعطوا له الراتب خيالي ونمنعوه ولا ماشي نمنعوه نشرطوا عليه مش منع هذا شرط تقبل ولا ما تقبلش من انه ما يكونش في مسلسل اخر مثل ما يكون ما يكونش منشط في نفس زوج قنوات في عين واحده نظام دي واحد العقود صح بالك الناس هذو ما عندهمش هذاك المبلغ بالك الشيء اللي راك تقول فيه صرا في الجزائر كيفاش؟ كان واحد الممثل ما نذكروش الاسم ديالو تلعب في هاد السلسله ما تلعب في حتى سلسله واحده اخرى هي منطق تدي يلا تدي اسمح لي تدي الكاشي تاعك ماشي غير معتبر معتبر ليك وكل شهر عندك امباي اها بصح عام ما تلعبش اختيار هذا هو اختيار احترافيه الممثل واش يقول؟ يطلع حسابه يقول لك عندي كاشي شباب وكل شهر اوكي تقول لي نقبل اوكي بصح انت اللي عطيت له كما يقولوا زوج دورو وتقول له ما تلعبش اير ما فهمتنيش انت فتح لي مثال قلت لي صراه ممثل صرات هنا في الجزائر وتنفدت من بعدها تنفدت طريبيا لا لا تنفدت ماشي مع واحد مع بزاف ماما تنفدت انا نعرف واحد تنفدت معاه تنفدت فوالا انا كنت حمس مع هذه عام ما يخدمش يخدم غير هذيك بصح هذا اختيار المؤمن عنده شروطهم يعني اختيار وهو دار لي كونديسيون ديالو والبروديكتور دار الاخر كلش تفاهموا كلش هاو الكاشي كي تديه وكل شهر ها واش نعطيو لك؟ ايه هذاك امر يخصهم ماشي مشكل. مي كي تحكم انت يا ممثل واحد اخر تعطي له اربعه دور وتقول له ما تشاركش في مسلسل واحد اخر. سا ديبون دو رول فؤاد. معليش اسمح لي. مثلا كنت دوك انت تلعب بريمي رول هنا نشعل على تسعه نلقاك في لو بروبليم ماهوش في هذه. لو بروبليم في لو كوميديان. كي تلقاه يلعب منا ومنا 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 معليش. هو يقول لك الله غالب. معليش فهمني معليش. بصح لا موند دي شوز. بدل المشطه بدل الكوستيم اللي راك نو في هذه فيها بدل الكوستيم اللي راك تلعب به بدل لو ستيل دو جو كيما تشوفوا منا تشوفوا منا تشوفوا منا كيف كيف ايدونتيك بصح فؤاد هذه اسمع هنا ما بدلت والو راك تلعب في شخصيه واحده راك تلعب فيها كامل المتفرج يبدا يشوف انا نقول له انت راك في هذه القناه راك تشوف وشوف يبدل اسيبو في موعد لو يلعب بصح هذه خويا فؤاد ما تقدرش تندار في الجزائر باش ممثل يلعب فيطون واحد برك علاه دارت ما تندارت مع واحد ما تقدرش ندار مع واحد علاه المشكل اللي هو المنتوج الجزائري يشوفوا 58 ولايه قناه واحده حنا البروجي تاعنا ما يتروش خارج الوطن محلي اوكي حنا المنتوج تاعنا لو كان جا منتوج خدمناه ب 13 مليار باغ اكزومبل 13 مليار انت كنت بدل كوميديان واحد 2 مليار راك خسرت في الفيلم ما تقدرش تكملوا دونك الكوميديان باش ما يزيدش يلعب في لي زوتر برودوي لازم تعطي له مينيموم زعما نقولوا 2 مليار اللي هو بصح كي تبيع الفيلم تاعك لي زوتر بي كي دير له الدبلجه تبيعوا بلاتفورم شاهد يا كاين لي مويان نورمالمون هنا وين الكوميديان تاعك لاكتور اللي تقدر تعطي له ان كاشي اللي ما يلعبش في دي زوتر برودوي كيما كيما محمد رمضان كيما تامر حسني كيما هادو كاع الممثلين حنا لا 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 حنا هادو علاش بعيد بيسكي يبيعوا لو برودوي تاعهم لبليزيور شان لي بلاتفورم ماشي بليزيور بلاتفورم بليزيور بلاتفورم اوسي يعاود يجيب دي ديفيدون يعاود يدخل دراهم وهذوك دراهم هذوك اللي الكوميديان يعطيهم له شوف هذا الكوميديان باش تفهموا مليح ليه هذا الكوميديان اللي داروا معاك داك لو سبونسور تاع هذيك لا سيري ايوا الكلمه السحريه تاع صفوات لا 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 لو سبونسور اكزيجا له قالوا انا نعطيك طون لو كوميديان ماشي في الاكسكلوزيفيتي سي نورمال تري نورمال نعطيك طون وفي البرود وفي هذاك لا سيري دير لي بيبليسيتي على البرودوي ديالي باينه وكل كل شهر عندك اون باي هذه تقعد في هذه الطريقه تاع نيغوسياسيون دخلنا في التفاصيل اللي ما يعنيوناش تماما باش قلتوا لنا فؤاد ما يعنيوناش صح بنا نقولوا باللي مجال اذا يعني مستحسن دافع على الفكره
باش نديروا بريسيون على الانتاجات والمنتوجين عفوا لي برودكتور باش انهم هما الاخرين يحاولوا يجيبوا موارد ماليه اكزاكتو باش يزيدوا يديروا شي الفكره باسكو سي با نورمال تمد بروميير رول دوزيام رول واحد تلقاه ايور مي هو المنتج يدافع على الفكره والممثل يدافع على الفكره وانا ندافع تانيك على واش على لا في دو روت باسكو لا في دو روت تاعنا واش تقول نحل الان الموعد تاع الزابينغ تاعنا اش بعد الزابينغ يا جماعه والبدايات تاعي تاع الصح تاع الصح كانت مع مسيو تريباش مسيو تريباش في 2007 هذا كيعطي فرص للشباب 2007 لعبت مع مسيو رمص ربي يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه لعب هو الاب تاعي حميد اه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه هي هذيك هما لي برومي سيتي اون 2007 ولا لعبت عند مسيو تريباش ما لعب ديجا كنت في صغير وفي عمر 18 سنه هكذا كنت رقيق يبان غير راسي هذه هي هذه اللي نقول لك جيت بارا زنقتها بالدوار ما دخلتي قال لي طينتها يقول لك دمك هو همك كافي واه انا كافي بصح درهم تاعك يلحقني انا يلحقني انا شكاين شكاين؟ سلات هاي هادي هاي جا عندي سي امو وين تروح نلحقها؟ لا راك راك تروا سيزون وانت معاها ياه بغاتك ما بغاتكش وقت ثلاثة تاع الفصول وهي تلحق ما بغاتكش نزيد لا كاتريام نزيد لا كاتريام ها العاشق يجري مول اللي يبغيه دار كادر معروف انه عنده ليكيب ديالو يمشي بها مشى بها ولاد حلال بابور لوح بعد مشى 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 هاد العام ما شفناكش معاه في الريهان اي سي با اوبليجي نتمشى مع مع اي عبد عنده طريقه ما غاديش نقول له سيل تو بلي ماشيني في طريقك فوالا فوالا شغل انا شغل الجواب بيبان بلال الجواب صح شو 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 كي بوزي لا كيسيون انا وهاد صالح مكاتب وانايا ما نفرطش روحي عمل انا ماشي ما تفكرونيش فيه جو بونس كو جوجو ونكون في المكان اللي انا نستاهله السلام عليكم معكم سمير الحر نقول لكم صحه رمضانكم وصحه صيامكم بغيت نجاوب على لي فان اللي بعثوا لي جو برداء عمر والله غالبا هذا العام ما خدمتش على جال ولدي سليمان من مريض وعن الله مرض ديالو شويه صعيبه ما يتمشاش ما يهضرش عنده بزاف صوالح اللي يقدر يجري عليه باش ربي ان شاء الله يطول في العمر ويولي يتمشى ويهضر كيما خوته ويجري ويدخل يقرا كيما خوته الله غالب انا ما عطوش نداويه بالفن شتي اوبليجي ندي كل واحد اخر باش نطيق نداويه خاص غدوة ان شاء الله لو كان يكبر اللي سقتي يقولي انا بوي على ما جريت عليا ما داويتني على خليتني باش نقول لك قلت لي الفن جواب غير مقنع يعني معليش انا دوك نجاوبك انا نجاوبك بالمنطق برك هذا ما كان شوف انا هذه مش اول مره راهي تصرى علي انا صرات لي في اعمال من قبل كانت عادي انا عمري تكلمت عمري انا ولا درت تصريح ولا هضرت كلمه ولا مي هذه القطره اللي فيضت الكاس انا ما طلبتش الرزق شوف الرزق يمد ربي سبحانه والنصيب قادر تكون في عمل ودقيقه الاخرى تنحى منه هذه هي معترف بها انا مانيش ضدها هذه امور تاع وش هو شوف تعطيني موافقة كي تتاخذ قرار من بعد الموافقة خبرني أنا طلبت احترام احترام الممثل ما طلبتش حاجة أخرى رزقي مدو ربي هذه ما فيها حتى نقاش صح احترم خطركش علاش حنا دوكا لا سيزون أنا ممكن كنت راح نرتبط بأعمال واحدة أخرى شوف أنا نخدم باحترافية ما حبيتش نربط روحي في وهران على جال هذاك لوطراجي ألجي أورون باش من بانيكي حتى فلاطو أنا كي نتاخذ مع إنسان نونجاجي معاه لدقيقة الأخرى باش ما ندير حتى بالصح باش تعطيني لا كونفيرماسيون سبحان الله العظيم تتصل بيا مديرة الإنتاج ومن بعد نلحقوا الكوستيميير ومن بعد اتخذتم القرار معليش مانيش ضد اما خبرني صحيح. علمني برك قال يا اخويا راه تلغيت السلام عليكم هي مليحه فاني هكا تغيب شويه مليحه ما قري ما نخدموا مي كاين دي فوا شغل كيفاش يدير بالك الممثل كي ما يخدمش كيفاش يدير كيفاش يدير باش يدخل دراهم باش لازم تعيش خويا يفو با يديرها ميتي جوستومون هذا سؤال شويه صعيب عقصني هنايا ما تبكيش الله يحفظك لا غير صح ولا سيريوس ما يكون ديرو التمثيل ميتي اسلام بوختاج صور دو بخلفه فوالا انا اعطيك انا في تاعي صح باسكو يتكل على الاخر والله ما ياكل صح اسلام
بوخالفا قال لك عنده ميتي واحد اخر بوخالفا ما نديرو لونكات نشوفو واش يخدم. نو انا قلت لك تما هادي يا خو ما على باليش انا ما تخلعناش خدمنا خدمنا في قهوه خدمنا. هي شوف صعيبه بزاف الممثل اللي راهو ما باليش انا يشوف يروحو باللي ينقي خدمته صعيبه عليه بزاف. بصح كيفاش تعيش؟ كيفاش تعيش؟ تعيش مولاها ربي سبحانه. محمد خساني. الله اكبر. محمد خساني وعلاش محمد خساني؟ محمد خساني باسكو كاع لي برودكسيون تاع الجي قالوا لي بلي هادو هضروا فيك داروا منا باش انت ما تخدميش وقالوا بلي شلا حبست الكارير تاعها وما راهاش تخدم وعندها دي بروبليم افيك سون نيكس ماري تو. كيما اي انسان يقد يتعرض على بروبليم في حياته يقد يكون عنده مشاكل نورمال مي في هذه الدنيا اون بو با سافوار ابري شي غادي يصرا يلا بخيسي بصح انا راجلي واعر. الثقله كيفاش واعر وسيله كيفاش؟ واعر ماشي زعما اللي انا نجوز سيدتي هي بصح ما كاينش خطره الزوج وبعد ما كلات وليت خلاص. وسيله صراحه تخافيه الزوج ديالك؟ بيان سور مهبوله تخافي؟ والله غير نخاف نمرق كاع وكلش اقسم بالله غير نخاف. ديرها في رجوتي حتى يدخل الدار. والله غير نخاف صح نعيط نسقسي وراك الو راك لاحق كذا ماشي بزاف ماشي بزاف شويه من داك بزاف بصح نخاف امر هكا تاع باش نقول لك لعبه زعما مهبوله وراسي ما تاكوش هي حظك علاش عايزك باش لا 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 ما تعاودوليش الهده تاع لا لا والله غير تكذب لا لا يوسف يي اسمعوا بركونا من اللعبه هذا الصامت اقسم بالله غير راكم على بالك دوك يقولوا سهيله دير فيها بالعاني كوبيتو قوقوق قلنا قوقوق لا لا والله غير اخويا اسمح لي والله ما اللعب هذا والله لا عييت منه كان هذا ايضا الزابينغ الخاص باول حلقه تاع رمضان ماشي عادي على قناه الحياه الموعد لازم تعودوا عليه نحب يقول يوميا من الساعه 11:30 بالتحديد ومن خلاصه صغيره ولا ملخص صغير على كل ما شفناه العمل المشترك في بعض اللقطات بعض الصور خاص بالوضعيه اللي ندد بها اغلبيه الفنانين مثل ما ندد بها الممثل والفنان اسلام قال لك ما يلقاش واش يخدم واش يدير مولاها ربي كما تانيك الرساله الجد مؤثره للممثل الكوميدي زبير بن حر اللي هو غائب عن الجزائر للاسباب اللي ربما الوسط الفني يعرفها بما انه راهو يحاول وراهو يواقف مع الابن تاعو اللي نتمناو له الشفاء العاجل اللي هو يوقف معاه من اجل العلاج. كان هو الاخر مجبر انه يدير فيديو وشفنا ثاني صوره اخرى للممثل اللي كان تكلم على التفاهم سوء التفاهم اللي وقع بالنسبه لي استدعائه او محو من القائمه تاع الممثلين تاع انتاج تاع البطحه رغم انه ممكن علامه استفهام وعلاه الفيديو تندار يومين او ثلاث ايام قبل رمضان بما انه التصوير كان خلاص منذ عده ايام. هذا سؤال ممكن نطرحوه ان شاء الله الممثل بالك يعطينا وجهه نظر باكثر تفاصيل. ما لقاوش الممثلين الا المواقع من اجل التكلم. شفنا ايضا لقطه مادامينا ما تكونش يعني في يحب يقول ممثل يتكلم على ممثل اخر ولا يتكلم على شخص اخر ويتهم مباشره الشخص بالتحديد اون سيتون لو نو نظن باللي ما جاياش حتى وين واحد داير اذا كان صحيح دار خطا وحنا نظن باللي الاغلبيه يعرفوا بالنسبه للعلاقه اللي عندنا احنا مع الممثل محمد خساني رغم كل شيء حق تنقال ما جاياش يعني تتهم واحد هكذايا وان كان صحيح قال واحد وخلاص دونك لانيماتور من حقه هو ثاني كيبوسيك باش يلعب هذاك بصح حتى لازم تترزن اخي خاطش هكذا في التلفزيون كاع نولوا نهضروا برك. هذا درت ملخص صغير انا حد الزابينغ هذو اللي شفتوه اعطوني انتم بالك وجهه نظر تاعكم ولا تعقيب ولا تعليق. فاطمه صفوان فؤاد هم يستناو كي قلت انا هم يستناو شكون انا؟ انا راني معاك راني معاك الاولى راني ساكت انا اليوم والله نفس نوافقك الراي على واسمها الممثله منار. انا ضد حتى لو قلت زعما مقدم البرنامج كنت نتمنى حتى لو كان تتنحى ما يقولوهاش لا بالك انا على المباشر بالك انا على المباشر معليش على المباشر ولا مقدم البرنامج
هذا هو الدور تاعو. اكزاكتومون. صح انت ما كان لا يعني ما قال واحد وخلاص. عندي مشكل مع ذاك الانسان ماشي جايه بالك يكونوا مشاكل هكا ما عجبكش بالك في دور تمد رايك بصح باش نقولوا عليه قطع الارزاق اي ما تنقالش. ما كان لا ولكن ما نقولهاش خلاص. هذا ما كان لا لا احنا نقولوا ما تجبدش الاسم. الاسم ما كان. تلمحي له ما تجبدش الاسم. تلمح واحد وخلاص. احنا شحال صرنا مشاكل. قال واحد وخلاص. او استاذ فؤاد دوكا لانستون قال لك حكينا صفت مغامره تاع واحد مدعق. قال واحد رغم انه يحكي او يحكي حاجه مليحه على حاجه مليحه بصح قال لك واحد ما كان لا يعني نتفادى ونجبدوا الاسامي. مليح تجبد الاسماء. ما كان لا وتزيد شفت الوضعيه تاع الممثلين تاعنا حقيقه هذه راهي تاعكم كامل دوك بدينا القصه بدينا الحصه عفوا مع الاستاذ عمار اللي هو الاخر ما شارك في هذا الموسم الرمضاني يقول لك كيفاش هم لك الصياغ هم لك المعايير سي با نورمال القصه العام اللي فات شاركتوا منا وضعيه مش مليحه استاذ زبير وضعيه مش مليحه استاذ اسلام اللي هو الاخر اسلام هذا العام الحمد لله ما شاء الله خدم العام اللي فات ما خدمش كيف يعني هكا الوضعيه تاع الفنان اللي هو مرتبط بانتاجات الا في موسم واحد اللي هما مرتبطين الا بقنوات اللي ينشطوا الا في موسم واحد سكي با نورمال اوسي طوال السنه وبعد القنوات يقول لك احنا ما عندناش الموارد ما عندناش الممولين ما عندناش لازم نعاودوا اعاده النظر في كامل السياسه والهيكله تاع الامور. انا حبيت نقولها ونعاود نقولها. الفنان يبقى يعاني ما دامت الاعمال مخصصه غير في شهر واحد في رمضان. لو كان تبقى الاعمال على طول السنه كامل يخدموا. سهل فاطمه والجواب راح يكون غدا ان شاء الله. هل عندنا قصص تفوت 100 حلقه؟ هل عندنا قصص وسيناريوهات يكتبوهم الناس لأربعة خمسة ست مواسم؟ هذا ثاني كنقولها لك وراهم هذو الناس اللي يكتبوا لي سيناريو على 100 حلقه، احنا اكبر حاجه 25 يا يما. هاي كاينه سلسله دار ناشو كانت على العام ونجحت، علاش ما يديروش باغ اكزومبل كيما دار ناشو تكون هكا اعمال عندنا؟ سيدي بتيت كابسول محترمين جدا وطري زاكسيف عندهم شعبيه كبيره. بصح خلينا ناخذوا امثله اخرى كي تقول لي مسلسلات كبار نقولوا حكايات احنا اسكو عندنا قصص قدرنا نمشوا بهم كانوا يتكلمون على المسلسل اللي العام اللي فات 3 جاز الجزائر انا بيان سور جاز في قناه النهار اون برومي يما يما نو نهار نسيت اسمه عاونوا اخوكم اني بقرق عاونوا اخوكم الاحلام بابور لوح لا لا ولاد الحلال بابا لا لا زيد تاع السيت كانوا يقولوا بلي راح يقول 100 بلاد بنت البلاد كانوا يقولوا بلي 100 فايته 100 حلقه وراهي 100 حلقه داروا وراهي 100 حلقه داروا جزئين على عامين ثلاث اجزاء سير 3 ولا سير 2 نهضروا على الديريكت وراهم حتى انك لازم يكونوا احنا الاعمال مقارنه لهذا الامر اوني بيان داكور اون توكا انا حبيت نمد راي قبل السبونسور ناس ملاح ناس ملاح ان شاء الله يتهلاو فينا ورمضان ماشي عادي حبيت بك نمد واحد النقطه نهضر على هذاك لو ميشو لو كوميديا اللي نحاواه من لا ليست تاع البطل وي كاين ناس عم يقولوا بلي هضر الى ديكلاري دو جور افون رمضان ولا 3 جور افون رمضان شوف انا ما نقدرش نلوم هذا الشخص بالك ما جاتوش الفرصه انه يتكلم ويمد رايه ويعبر على الحاله ديالو ما لقاش وين يهضر جاتو هذيك لاشين هذيك داروا الميكرو الى دوني سون اوبينيون وما عجبتنيش واحد لا سيكونس شفناها في لوزا بينك يعني في ان كوميديان نورمالمون عنده لو بوتونسييل ما عجبنيش يعني الا يوتيليزي ان تيرم الى ان بو ابيزي في هذاك لو تيرم يعني صراحه المراه الجزائريه هي تاج نوضعوها فوق راسنا ماشي سلعه خلاص وجهه نظر الاخ صفوان الاخ عمار سايتين بليزير يعيشك شكرا للزياره تاعك شكرا لك ان شاء الله قلبك يكون مش معمر بزاف لا لا انا قلبي عمره ما تعمر وشو كان عندي راي ومديته هذا ما كان بارك الله فيك هاي الهضره ارتيست الحمد لله كان عندك هضره وقلتها بارك الله فيك صح رمضانك بولا سويت الله يعيشك ثم صحه ولهنا ان شاء الله الاخ صفوان حنا نعطيكم موعد غدا ان شاء الله مع الاخت فاطمه اللي غدا ان شاء الله وعدتني قالت لي قسما عدا من غير نجيب واحد لاكولور كاش كاع صحيت الاخ فؤاد شكرا لك ومن بين ثانيك القمة الاحترافيه المتواجده رحنا رانا المباشر لازم نعرفوا المشاهد الكريم الاخ فؤاد راح يمشي من الان راح يزيد يصور يعني مليحة يا فؤاد مليحة فور شكرا لكم يعطيكم الصحة كان هذا أول عدد تاع رمضان ديالنا ماشي عادي على قناة الحياة نتلقى بكم غدا إن شاء الله حيكون الضيف تاعنا الممثل والمخرج أمين بومدين صح صحكم